ينضم إلينا دكتور فادي الأطرش مدير مستشفى المطلع بالقدس. دكتور فادي نرحب بك. المعاناة، معاناة الجرحى والمصابين والمرضى أيضا في غزة، يعني كيف تصفها والمعلومات المتوفرة لديكم بشأنها، خاصة فيما يتعلق بمرضى السرطان الذين يعني لا يجدون دواء أو علاجا في هذه المستشفيات؟ اهلا وسهلا ومساء الخير. في الحقيقه الوضع صعب جدا جدا، اكثر يفوق تصور الوضع الصحي في غزه، وما وصل الى الوضع منذ بدايه الحرب من اكثر من اسبوع. هناك شقين للموضوع. الشق الاول هو قدره المستشفيات على الاستيعاب والاستجابه للحاجه الطارئه نتيجه الحرب ونتيجه عدد الجرحى والاصابات الكبير جدا، ولهذا اصبح يفوق قدره المستشفيات، خصوصا في ظل انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الامدادات اللازمه. بالتالي اصبحت المستشفيات في قطاع غزه تعمل بطاقه تفوق طاقتها باضعاف، ناهيك انها تعمل تحت التهديد في ظل الطلب من السلطات الاسرائيليه لها بالاخلاء المرضى واخلاء الموظفين واخلاء الناس الذين لجؤوا إلى المستشفى كملاذ آمن. هذا هو الشق الأول الذي تعاني منه النظام الصحي بالقطاع، والذي وصل إلى درجة كبيرة من الصعوبة، وهو نعتقد أنه يكون على حافة الهاوية إذا لم يتم إنقاذه بأسرع وقت ممكن. هذه هي الحال بالنسبة للمصابين وضحايا هذه الحرب. أما بالنسبة للمرضى الآخرين كمرضى السرطان ومرضى الكلى والأمراض الأخرى المزمنة، الذين هم أيضا بحاجة لعلاج مهم واستمرارية العلاج. هو أصلا الوضع في القطاع قبل الحرب وضع صعب، لعدم توفر الأدوية الكافية لجميع مرضى السرطان وعدم قدرة النظام الصحي هناك على استيعاب جميع المرضى، ولذلك كانت مستشفيات القدس ومستشفى المطلع هو الملاذ الأول لهؤلاء المرضى، حيث أن 40% من مرضى السرطان في مستشفى المطلع هم محولون من قطاع غزة. ولكن للأسف منذ اندلاع هذه الحرب لم يصل أي مريض من غزة الى العلاج في مستشفى المطلع. على سبيل المثال هناك اكثر من 50 مريض لهم مواعيد لبدايه العلاج الاشعاعي لمرض السرطان في مستشفى المطلع منذ الثامن من هذا الشهر لنهايه الشهر، ولم يتمكن حتى الان اي منهم من الوصول، وحسب المجريات لا نتصور انه ستكون قدره لاي احد اخر للوصول حتى نهايه هذا الشهر. هناك ما المخاطر على حياه هؤلاء يعني دكتور فادي في حال عدم وصولهم او عدم قدرتهم على التواصل؟ هناك خطر كبير على حياتهم وخطر كبير على فرص شفائهم أو تعافيهم من مرض السرطان أو قدرتهم على التحمل والحفاظ على حياة كريمة في ظل وجود المرض. مرض السرطان هو مرض شرس، العلاج يجب أن يكون مستمرا ومنتظما ومتوفرا بشكل دوري حسب التوقيت وحسب خطة العلاج، وأي تقطع يفوق فترات زمنية محددة يؤدي إلى النتائج سيئة على المريض وعدم استجابة جسمه للعلاج، وبالتالي انتشار السرطان والتأثير على حياته، وبالإضافة إلى المعاناة، ومعاناة مريض السرطان تجلب معاناة للعائلة التي يجب أن تقوم بعنايته في ظل هذه الظروف اللي كل إنسان في غزة عم بحاول يلاقي ملجأ. أيضا مريض السرطان لا يستطيع إيجاد من يعتني به من حوله، ناهيك عن عدم قدرته على الوصول إلى المستشفيات في حال توفر العلاج في هذه المستشفيات. بخلاف هؤلاء 50 دكتور فادي، يعني ما هي أعداد المصابين بمرض السرطان سواء الموجودين في غزة طبقا لحصركم أو الذين يتوافدون على مستشفى المطلع للعلاج؟ هذا الرقم هو على سبيل المثال للحصر. احنا اعطينا رقم للعلاج الاشعاعي كون المستشفى المطلع هو المكان الوحيد للعلاج الاشعاعي، ولكن منذ بدايه الشهر الى نهايته هناك اكثر من 80 عذرا دكتور مريض. فادي،